طالبت إسرائيل رعاياها في دول الشرق الأوسط بتوخي الحذر والعودة بأسرع وقت ممكن في ضوء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. دعت السلطات الإسرائيلية رعاياها في عدد من دول العالم خاصة الشرق الأوسط اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة لحالة التصعيد الدائر. هذا وأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى لإكسترا نيوز أن أي تصرفات فردية لا تعبر عن سياسات الدولة المصرية ولا عن منهج الترحيب بالسياح من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الدولة المصرية قادرة على تأمين وحماية أي ضيوف من أي جنسية، ومشيرة إلى أن المطالبة الإسرائيلية غير قاصرة على الدولة المصرية بل تشمل العديد من الدول وبالأخص دول الشرق الأوسط.